انك تكون موجود ضمن قائمة هو فعلا الكابتن حسين فعلا لبيب؟ هو تم تواصل مع يعني اكتر من 3 4 يعني اعضاء النادي كبار تمام اللي هم لجنه الحكماء اللي هم كان لهم دور في تشكيل القائمه دي. تمام هم تواصلوا فعلا معايا وتواصلوا مع القائمه، وهو تقريبا عشان انت عارف لسه في طعن وفي اشكال، فالموضوع لسه يعني ما اتضحش بالنسبه لهم يعني. تمام وانا علاقتي بالجميع كلهم يعني، استاذ كابتن احمد سليمان ده جاري وحبيبي، والاستاذ هاني شكري معايا، انا وهو استاذ حسين نبيب وهاني بيرزي كلنا تقريبا في الجزيره مع بعض يعني رابطه الجزيره مع بعض، فالعلاقه قويه جدا ومحترمه، ما فيش بيننا اي حاجه خالص يعني خالص يعني. في احتمالات ده يحصل؟ انا كنت عتبت، بس يمكن الاستاذ حسين زعل مني، كنت عتبت حكايه ان انا ربط يعني، قال لك انا عشان انجح لازم يبقى القايمه واحده، عشان ننجح انا شرطي يبقى انتخبوا قايمه كامله. فلو يعني بهزر معاه بدعبه بقول له يعني مش عايزين نفرض سياسه يعني ايه اللي هو التاثير المعنوي على عضو النادي، سيب عضو النادي اختار، عشان ممكن واحد يحب الكابتن حسين لبيب، واحد تاني عايز عضو تاني بره القايمه، مفهوم، مثلا اقول الدكتوره مروه رفاعي او الدكتور مصطفى عبد الخالق او حسين سمير، فهو ممكن يقول لك لا انا كده هبوظ القايمه، لا اديها له كده ايه ثابته. لكن طبعا هم كلهم ال 12 واحد في القايمه، واللي بره القايمه ما عدا شخص واحد انا قبل كده قلت خلينا ما لا لا انا مش هتكلم، انا مش هتكلم في شخص خالص، مش مساحه لعرض الافكار اللي هي ممكن تبقى فيها انتقادات لاشخاص. انا مش عايز ممكن افكار خاصه بالاداره، مفيش اي مشكله. انا كنت واضح معاك جدا، قلت لك هبقى اكثر انضباطا عشان انت راجل منضبط. شكرا. انا بكلمك قبل كده قلت لك في ترشح، وانت سالت الناس امبارح وقلت لهم يعني ورايكم في ترشح فلان، انا بتكلم في كده ليه برضو يعني، انا ليا اسبابي، ليا اسبابي اللي هي يعني تتوائم مع الشفافيه والنزاهه والوضوح. يعني انت راجل كنت ساب قاسم مشترك في مديونيه النادي مليار و100 مليون، انا بكلمك في صميم على فكره الشخص بقول لك عليه ده، في منصب امين الصندوق اللي بقول لك عليه ده، هو بيني وبينه كل ود يعني، مفيش بيننا، وانا بنتقده في وشه، مش هو انا بقابله في النادي بقول له كده، انت كنت قاسم مشترك مليار و100 مليون اللي هو خالد لطيف، طب ما يبعد. بس انا بدات احس من انتقاداتكم امبارح يبعد يا فندم وحضرتك النهارده ان انتوا حاسين انه هيكسب ولا ايه؟ لا 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 خالص، اصل انتقادات موجهه بقوه صدقني يعني، ما انا قلت لك حاجه، طب انا ممكن كنت اعمل حاجه جميله جدا، انا علاقتي بالجبهه الثانيه زي الفل، ومع الاعضاء اللي يصوتوا القائمه معايا، واكسب الاخ الثاني ده حتى في السر ويقعد معايا ويبقى الامور كده، وخالد هيبقى بره الموضوع خالص. يعني هو خالد عشان يخش في اي قومه هيوقعها، فهو كانوا عايزين يبقى انا امين صندوق في القائمه دي. طيب لو اتكلمنا عن انا بقول لك كلام عن يعني محمد الماوي نفسه، ايه اللي ممكن يقدمه اذا اصبح يعني امينا للصندوق في نادي الزمالك؟ انا جاي عشان اقدم لك، اقول لك القصه دي. انا دلوقتي بحكم شغلي كراجل ارأس احدى الشركات الدوليه الماليه من اكثر من 20 25 سنه، وبحكم انا مستثمر في البورصات العالميه قبل المصريه كمان، فانا النهارده هفيد النادي في شغلي. انا ليه بقول المكان ده يا جماعه لازم تتعامل بالشركه دي؟ امبارح انا سمعت حديث شيق قوي مع الاستاذ هاني بيرزي وهاني شكري، وهم كان حديث جميل وهم ناس محترمين جدا، بس هم برضو حتى في صميم كلامهم قال لك عشان نطرح الشركه بتاع ما حدش وراها هيجي لك، اصل الشركه خسرانه. الموضوع مش كده خالص، الموضوع انت لازم تعمل كله يقول لك شركه كوره، مفيش حاجه في الدنيا اسمها شركه كوره، شركه كوره ده وهم بنصدره للناس، في حاجه اسمها ماذر كمباني، الشركه الام، الشركه الام يندرج منها ينبثق منها شركات متعدده زي شركه كوره، تمام، شركه ميديا، ايوه، قناه النادي دي ما تبع الشركه النادي، دي تجيبها مصدر دخل ليك بمليارات، زي شركه ريال استيت، ما انت عندك عقارات في اكتوبر، وعقارات دي عباره عن محل مثلا او في مهندسين، تمام. هل انت شايف الديو ديليجنس او اعاده التقييم للموضوع ده؟ ده بيطرح عن طريق مستثمر، تمام، ميجر انفستور بيخش يشاركك، هيشاركك ليه برضه؟ عشان انت عندك مجلس اداره مستقر، تمام، في واخد استابيلتي 4 سنين، ففي ثقه، تمام. اهم حاجه في الموضوع ده يبقى المستثمر ما عندوش بانك يحصل اي دروب بعد كده في اي، ده رقم واحد، تمام. رقم اثنين جود ويل للمستقبل، ده ينعكس على اداء، ما هي حركه متصله بعضها، أي. اداء الفرق، فالفرقه لما بتكسب امريكا ياخدوا بطوله افريقيا ياخدوا لهم 10 مليون دولار، صح كده؟ مفهوم. فالتقييم مش 10 قوي لما الفرقه بتكسب 6 7 يعني بقى، طيب. اقل او اقل، طيب. شويه، انت النهارده عندك زيزو ده النهارده بيقيم ب 12 مليون دولار، لا انا اقول له ب 20 مليون دولار، ما اسعار اللعيبه كلها بقت كده، دول بيخشوا في الفاليو بتاع النادي،
يعني انا قبل الحلقه سالتك قلت لك انت ليك في اسواق المال، قلت لي مش قوي، فلازم اقول لك الموضوع ده. انديه العالم كلها تدار كده. اوعى تفتكر انا بكلمك ده كلام من دي وان، انا عملته اصلا يعني. انا حسين بيه لعيب كنت ماسك معاه في لجنه تنميه موارد النادي، وجبت من الناس الكبار خدوا محلات في جامعه الدول من اكبر محلات الملابس اللي هي دعمت النادي الفتره اللي فاتت بمبالغ، وانا كنت جايبها. تمام. فقلت له الحل ده حل مؤقت، مش حل ينفع خالص يبقى دايم، لازم تعمل حاجه خارج الصندوق. ايه هي؟ اللي هي انت تطرح الشركه دي للطرح العام، يجي لك ميجي انفستور، طبعا التقييم يعني هيبقى عشرات المليارات. لما تيجي تقيم النادي ده مفهوم باصوله، والطرح العام ده معناه هيحصل ايه لما الميجر انفستور ده هيدخل؟ هيبقى عندك اثنين، هتعمل ميجي انفستور يخش مستثمر رئيسي يخش معاك يضخ، وهيبقى شريكك في حاجات. هيبقى شريكك في ايه بقى؟ في كل اللي